المرأة بطبيعتها غيرة، ولما تزوج النبي أو تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة يريد الزواج بها، قالت إني امرأة غيرة. فهذه الغيرة أمر طبيعي جدا في المرأة، فقال يذهبها الله النبي صلى الله عليه وسلم. فننظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غيرة النساء. يعني عندما تأتيه أخت خديجة هالة، فيفرح النبي بسماع صوتها ويقول إنها تذكرني بخديجة. فحزنت عائشة رضي الله عنها، قالت ما تريد من امرأة يعني ذهبت مع من ذهب، يعني ماتت رضي الله عنها، تقول عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين ذهبت في من ذهب. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكت، سكت، ما رد عليها، ما قال لها لا تتكلمين عنها لا كذا، لم يدري هذه غيرة النساء، فسكت. بل في مرة أرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين بطعام، فغضبت عائشة كيف ترسل له طعام بيومها، فأخذته وكسرته، كسرت الإناء ورمت الطعام. فما غضب النبي، قال غارت أمكم وأنهى الأمر. فالقصد لابد أن نعالج هذه الأمور بدون حساسية.